خلينا نبص في اللي جاي، المباراه الفاصله. احنا بنتكلم تاني امم افريقيا خلاص في يناير، والمباراه الفاصله في مارس، كان في 4 شهور يعني زي ما انا كنت بقول. المباراه الفاصله بتتخيلها هيبقى شكلها عامل ازاي برضو؟ يعني احنا هنكون ازاي ومفروض نبان بصوره عامله ازاي برضو كابتن عادل؟ يعني من ضمن الحاجات، وده سؤال في منتهى الروعه، احنا عايزين نطمن على المرحله اللي جايه. يعني سيبنا من المشاكل وسيبنا من كروش وسيبنا من كل الدنيا ديت، هنتكلم على المرحله اللي جايه. لما انا اقول الباب مفتوح لكل اللعيبه، ده كلمه خطيره جدا. حضرتك تخش كده منتخب انجلترا، بلاش منتخب انجلترا، منتخب السعوديه، هتلاقي من الف الياء، من الواحد لحد ال 23 معروفين. دخل النهارده تقريبا وصلوا لكاس عالم. منتخب كل المنتخبات العربيه، منتخب المغرب، منتخب الجزائر. منتخب الجزائر بيتغير، الباب مفتوح. قوام وثابت. اولا حضرتك علشان اخد لاعب للمنتخب لابد يبقى عنده نوعيات كثيره جدا في الشخصيه. بيتحمل الضغوط، راجل عنده كم من المباريات الدوليه بحيث ان انا تؤهله. صحيح تؤهله. فيبقى انا لما باخد واحد مثلا من المنتخب الاولمبي عنده 50 60 ماتش دولي، وبعدين عنده الخبرات، اتقابل قبل كده مع جماهير او كراجل محترف، الناس بالنسبه له لما يروح كاس عالم دي بتعلي من قدره وما يبقاش مخضوض من المنافسين الاقوياء. ولا يمنع ان انا لو في حد بارز قوي كويس قوي ان انا اخده في سن صغير، علشان يبقى المنتخب او النادي او اي حته في العالم الفريق بيتكون من 3 عناصر: عنصر خبره، وده لازم يبقى في الفرقه، وعنصر شباب وخبره اللي هو في ال 26 سنه 27 سنه، وعنصر شباب زي اللي حضرتك بتشوفهم كده حمدي فتحي والاولاد دول، وبعدين بقى المجموعه الثالثه زي صلاح محسن اللي هم الشباب اللي هم واعدين اكرم وهكذا. فكل يبقى انا بكون المنتخب بتاعي بالشكل ده، ده اللي احنا عايزين نشوفه منه. وبعدين التصريحات بتاعته يبقى فيها كنترول. يعني انا لما اقول الباب مفتوح، لا، انا لما اشوف منتخب اسبانيا انا عارف منتخب اسبانيا قبل ما يلعبوا، لما منتخب انجلترا انا عارف منتخب انجلترا. بلاش الدول المتقدمه دي قوي، الدول العربيه بدء تونس مش معروف منتخبها بالورقه والقلم. هيقول لك ما هم غيروش المدير الفني بتاعهم زي ما احنا غيرناه. يعني حضرتك انت لما بتروحي شغل بتبتدي من الصفر؟ يعني انا يا نهاوند انا جاي اشتغل في نادي الاهلي، ابتدي من الصفر؟ لا، مفروض ابتدي من المستوى اللي انا رايحاه، يعني يكون عندي الخبره اللي تمكني ابدا من المستوى اللي انا رايحاه. موسيماني لما جه قال ايه؟ انا قريت تاريخ النادي الاهلي، قريت تاريخ النادي الاهلي كويس قوي، واعرف اللعيبه كويس قوي، على الرغم ان هو ما نزلش معاهم تمرين. لكن شافهم من سيديهات ولعب ضدهم، فعارف وقاري. انما انا اقول الباب مفتوح وبعدين ما ببتديش من الصفر، انت بتمرن منتخب مصر. منتخب مصر يعني حتى منتخب ايران لا يقاس بمنتخب مصر كتاريخ.